مرحبا بكم من جديد. الآن سنتحدث عن التمارين الثاني في دائما في القوى والأنشطة المهارية. إذا إن عرض صحيح طبيعي، إذا السؤال الأول بين أن علينا نبين إذا تعطيك من هذا التعبير وقم بتبسيط ديفيس من خصائص القوى، فلدينا أ يساوي 2 قوات إن زائد 2 زائد 2 قوات إن زائد 1 زائد 2 قوات إن. الخاصية التي سنستعملها هنا هي أ قوة N في A قوة M يساوي A قوة نجمع الأسين أو الدليلين. أنت تعمل الخاصية بهذا الشكل حينما تكون لديها قوة الأس أو الدليل عبارة عن مجموعة تكتب على شكل جدا قوتين. إذا بالنسبة هنا سوف تروح إلى 2 و 2 زائد N زائد 2 سيكون هكذا، ثم هنا N هنا 2. نفس الشيء بالنسبة هنا عبارة عن مجموع تكتب على شكل جدا نفس الدليل أو لاباز أو الأساس اللي هو إن عفوا اللي هو 2 زائد هنا سأكتب على شكل مضروب 1 2 قوة إن في العدد 1. الآن سوف تلاحظ أن العامل المشترك هو عبارة عن قوة 2 قوة إن، إذا سيصبح 2 قوة إن عامل. هنا سيبقى 2 قوة 2 بيمكنك أن تقوم بحسابه وتضع 4 بشكل مباشر زائد 2 قوة 1 زائد هنا سيبقى 1. الآن سأحسب 2 قوة N عامل 2 قوة 2 هي 4 زائد 2 زائد 1. الآن سأحسب ما بداخل الأقواس 4 زائد 2 6 زائد 1 هي 7، ثم بعدها سأقوم بتغيير أماكن العوامل سأضع 7 أولا لأن 7 في 2 قوة N. وجدنا أن A يساوي هذا الجدار. الآن السؤال الثاني لنستنتج أن أ يقبل القسمة على العدد 7. إذا لدينا حسب السؤال السابق تعبير أ يساوي 7 في 2 قوة إن، سأقسم هنا على 7 سأقسم هنا على 7 لأن هنا على 7 هنا على 7 لأن هنا معامل 7. إذا سيصبح أ على 7 يساوي 2 قوة إن اختزلنا هنا ب 7. الآن سألاحظ هل هذا العدد عدد صحيح أم لا. بما أن إن عدد صحيح طبيعي إذا هذا العدد دائما عدد صحيح طبيعي. إذا هذا إن أو بما أن إن عدد صحيح طبيعي يعني أعداد موجبة فقط، فإن 2 قوة إن دائما عدد صحيح طبيعي. الآن هذا العدد عدد صحيح طبيعي. الآن قوة واحدة إذن إلى غير ذلك، إذن هذا العدد لا يقبل القسمة على 7، ومنه أ يقبل القسمة على 7. الآن السؤال الثالث لنحدد قيمة إن علما أن أ يساوي 56. إذن حسب السؤال السابق أ يساوي 7 في 2 قوة 7. إذن في السؤال السابق أ يساوي 7 مضروب 2 قوة إن. إذن بما أن أ يساوي 56 سأعوض الآن أ بهذا الجدا يعني 7 في 2 قوة إن يساوي 56. سأقسم هنا على 7 سأقسم هنا على 7 إذا سأختزل هنا إن يساوي 2 قوة إن يساوي 8. أنا سأكتب 8 على شكل قوة لها نفس القاعدة للاباز للأساس، إذا سيكون 2 قوة إن يساوي 8 هي 2 قوة 3. من قوتين متساويتين فإن إذن ومنه الآن إن يساوي 3 ومنه إن يساوي 3 و3 عدد صحيح طبيعي. 2 قوة 3 هي 8، 8 في 7 هي 56. شكرا لكم على